وطن مريضي مشترك سعودي مغربي اللي تقريبا دامت لمدة أكثر من 10 أيام واللي يستفدوا منها يعني حوالي 30 طفل. كما كتعرفوا عملية القلب هي عمليات خاصة المفتوح هي عمليات معقدة كتطلب خبرات، فهذه مناسبة لتبادل الخبرات الطبية والتمريضية في هذا المجال، مناسبة لتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال الصحة. نحن نأمل أن نقوي هذا التعاون في مجال الصحة، ونعرف أن هناك يعني كفاءات وإمكانيات وتجربة في المملكة العربية السعودية وجديرة بالتبادل والتعاون، وتجربة كذلك عند أطباء المغاربة. علمت كذلك أن مجموعة من أطباء من بنو رشد يقومون ب يعني تعاون ويتواجدون في مستشفيات سعودية من أجل تدريب أو زيارات علمية تقنية. فبفضل هذه الحملات وحضورنا اليوم هو دعم لهذا التعاون ولمثل هذه العمليات، لأنه الهدف منها هو إسعاد الأطفال، إسعاد الأسر ديالهم. هذه عمليات مكلفة كدار في هذا الإطار بشكل مجاني، وهذا هو الأساسي بالنسبة لنا. كذلك من المؤكد أنه العدد المستهدف ليس بكبير بالمقارنة مع الحالات التي تنتظر، ولكن الهدف ماشي هو كذلك كمي بقدر ما هو كذلك كيفي. يعني هذه الخبرات المتبادلة، هذا التعاون أساسي بالنسبة لنا باش يمكن نزيدوا نستمروا في التكفل في إطار الأنظمة الحمد لله ديال بلادنا، نظام الرميد اللي اليوم كيمكننا باش ناخذوا مثل هذه العمليات الثقيلة والمكلفة يعني نتكفلوا بها في مستشفيات الجامعية الخمس، وإن شاء الله في المستقبل 8 مستشفيات جامعية. وكذلك أصبحنا نطور في بعض المستشفيات الجهوية هذه العمليات الثقيلة بتعاون مع الأساتذة يعني والأطباء الأساتذة وكذلك الأجانب في إطار الحملات. إذن ما يمكن إلا نهنئ نفسنا على هذا التعاون بين البلدين وبين الفريقين، وسنسعى إلى تطويره أكثر فأكثر يمتد إلى مجموعة أخرى من المجالات الصحية.